تابعوني هذا الأسبوع في حديث العرب مع ضيف جديد. رأى الكواكبي منذ 130 عاماً أن اللاعنف أي السلم في المعارضة للحكم أوفى من استعمال العنف في هذا المضمار. وتاريخنا القريب إن كان في ثورة 2005 في لبنان أو الثورة الإيرانية الخضراء أو الثورات المختلفة التي لم تنجح في كثير من نواحيها، إنما استعملت اللاعنف وسيلة لمجابهة الاستبداد. معي أنا سليمان الهتلاء.